السلام عليكم غزالاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنطرقوا لواحد الموضوع بزاف ديال الدريات قالوا لي باش نهضر عليه. هذا الموضوع هو المنغنيزيوم. كي كتعرفوا بان المنغنيزيوم مهم جدا للحياه ديالنا، سواء المراه سواء الرجل سواء الولد سواء البنت، لهذا علينا نهتموا بزاف بهذا العنصر ديال المغنيزيوم، لان النقص ديالو كيدير لنا بزاف ديال الاعراض، من بينهم الصداع النصفي. الصداع النصفي كنعانيو به جميع السيدات والرجاله، يعني نهار كامل وحنا كناخذ الادويه المسكنات بدون جدوى. من بعد الصداع النصفي كيدير الامساك. الامساك هو القبض، يعني بزاف ديال الناس كتشكاو بالقبض لان العضلات كتكون مشدوده ما كتكونش مرخيه، لان يعني المغنيزيوم كيرخينا العضلات تما ما كيبقاش عندنا الامساك، وكيكون عندنا حتى الارهاق، يعني كتحسي بنهار كامل وانت مرهقه ما كدير ديري حتى شي حاجه، وكيدير لينا تشنج العضلات، وكيدير لينا ارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع الضغط الدموي مع تسارع دقات القلب. وكذلك المشكله الخايبه كاع هي انه كيدير لنا ارتفاع نسبه السكر في الدم، وكيدير ديك الرعشه، وكيدير الاكتئاب اللي تقريبا بالنسبه للمغرب راه عنده الاكتئاب نتيجه نقص المغنيزيوم. لهذا غادي تقولوا لي فين غنلقاو هذا المغنيزيوم. اولا غنعطيه لكم في الخضر. الخضر فيه بزاف ديال المغنيزيوم، والخضر ما فيهش غير المغنيزيوم، فيه المغنيزيوم والكالسيوم، لان كتكون علاقه عندنا بالكالسيوم والمغنيزيوم. خاش الا كناكل الكالسيوم بزاف، خرج لنا دابا الطبيب الكالسيوم او كناكل منتجات فيها الكالسيوم وما كناكلوش المغنيزيوم، راه كتكون عندنا انقباض في العضلات. هذا كنقولها صحاب دياليز بانهم مساكن كياكلوا بزاف في الكالسيوم، كيخصهم ضروري ياخذوا الكالسيوم الصباح وياخذوا المغنيزيوم العشيه. كاين لالا في لافوكا. لافوكا حتى هو فيه نسبه كبيره ديال المغنيزيوم، وتحيه بزاف رجالات المغاربه كياكلوا لافوكا بزاف، اذا هما عارفين القيمه ديالهم. حتى حنا السيدات خصنا نبداو ناكلوا لافوكا وندخلوه في الغذاء ديالنا. كاين السبانخ، حتى هو السبانخ تقريبا فيه نسبه كبيره ديال المغنيزيوم وفيه حتى الحديد، وكاين كذلك في الكرافس وفي المعدنوس، وكاين في زريعه الكستان. زريعه الكستان عندها جوج ادوار، ان فيها المغنيزيوم وان في نفس الوقت كتسهل لنا الانهاء ديالنا وما كيبقاش عندنا داك القبض. وكاينه زريعه البيضاء، غير وكان زريعه البيضاء المالحه ما ياكلهاش ليا اللي عندهم الضغط مرتفع، حيتاش الا كلاوها غادي يزيدوا ليا في داك الضغط، يا شي ما درنا. والناس العاديين ياكلوا زريعه البيضاء بالملحه ماشي مشكل، وكنلقاو حتى في الحوت وفي السلمون، وكنلقاو في اللحم، وكنلقاو حتى ذلك في البيض، وكيف المكسرات. المكسرات كيكون في الاكاجو وكيكون في اللوز. غتقول لي فاطمه اكاجو غالي اللوز، غنقول لكم خذوا غير 5 دراهم اليوم، خذوا 5 دراهم ديال الاكاجو، غدا خذوا 5 دراهم ديال اللوز، وبعد تاخذوا لافوكا، وانتم غادي وكتنوعوا. وكاين حتى الشوكولاته الكحل، شوكولاته الكحل فيه نسبه كبيره ديال المغنيزيوم. اذا اش كنستنتجوا؟ كنستنتجوا بان وجود المغنيزيوم بواحد الكميه مزيانه في الذات ديالنا كيعطينا صحه مزيانه. اذا هذا الموضوع ديال المغنيزيوم يعني خصنا نعطي واحد الاهميه مزيان، وخصنا نزودوا الذات ديالنا بالمغنيزيوم باش ما يبقاش عندنا هاد المشاكل. اذا خدينا هاد المغنيزيوم غادي يولي عندنا النوم دغيا، غادي يوليو نعسو، يعني ما غايوليش عندنا داك المشكل. غير فاش تاخذوا مكملات ديال المغنيزيوم من الصيدليه، يعني تاخذوهم ساعه قبل الماكله من الاحسن. على ساعه قبل الماكله باش الله كتوجدي النعاس ديالك، لان ما يمكنش تقولي يا فاطمه راني خديت المغنيزيوم دابا حطيت راسي وغنعس، لا، غادي تاخذي ساعه قبل الماكله. ولا خديتي لالا هذا المغنيزيوم ما غيبقاش عندك ارتفاع الضغط الدموي، يعني الطونسيون كيولي نازل، وحتى السكر ما كيبقاش طالع لينا، نسبه الانسولين كتقاد لينا مع الدم. وحتى دوك دقات القلب، فاش كتمشي تعبري الطونسيون كتلقاي دقات القلب 90 100 راه راجع اختي نقص المغنيزيوم. انا فاش كنعبر الناس لا طونسيون وكنلقى ديك الصغيره كتكون 9 10 ياك، ودقه القلب 95 وصل 100، كنقول اختي القلب ديالك ما مرتاحش، خصك تاخذي المغنيزيوم. اذا هنا كنعرفوا بان هذا المغنيزيوم راه عجيب بزاف للذات ديالنا. اذا جميع الفئات محتاجه لهذه الكميه ديال المغنيزيوم. اختي المغنيزيوم الذات ديالنا كتحتاج 400 ملغ في النهار، الا ما خديتيهاش في هذه الماكله
غادي تاخديها في مكملات ديال المغنيسيوم. راه كاين المغنيسيوم اللي فيه 150 ملي غرام، تقدري تاخدي حبه في الصباح وحبه في الليل، كتحسي بواحد الارتخاء ما نقولش ليك. ما بغيتيش راه كاين ديال 300 ملي غرام فيتامين بي 6، وكاين دابا اخر ما كاين في المغنيسيوم هو 375 بلس فيتامين بي 6. علاش فيتامين بي 6؟ لو غروب ديال الفيتامين بي عجيبه، حتى هي عندها واحد الدور مهم. هاد الفيتامين بي في الفيديو ان شاء الله ماجي غنهضروا عليهم، غنهضر عليكم على لي غروب ديال الفيتامين من بي 1 حتى بي 12 وكل واحد والدور ديالها. اذا خواتاتي حتى اللي كيديروا ريجيم، حتى اللي كدير ريجيم راه خصها تكون عندها واحد النسبه ديال المغنيسيوم مزيانه في الذات، لان مع الريجيم وكتحيدي بزاف ديال الماكلات وما كيبقاش عندك المغنيسيوم كيولي عندك داك الصداع النفسي النصفي، كيكون عندك الزكام، كيكون عندك ارهاق. اذا انت كتاخدي ريجيم خدي معاه شويه المغنيسيوم والحياه ولات زوينه. اذا المغنيسيوم مهم مهم جدا للصحه. اصلا حتى نقص المغنيسيوم كيدير لينا انقباض العضلات وكيدير لنا الكلاكاج. اذا نتمنى هذا الموضوع يفيدكم، ونتمنى تشجيعاتكم، ونتمنى التعليقات ديالكم باش اي تعليق قلتوه ليا انا متقبلاه، وقولوا لي في التعليقات الا بغيتوا شي موضوع اخر. مرحبا، يلا نخليكم على خير. الموضوع الثاني ان شاء الله. السلام عليكم.